لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، كيف ترى تلك الزيارة وأيضا أبعادها الإقليمية والدولية ودلالاتها؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هي زيارة مهمة الحقيقة، وبننظر إليها في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، وخصوصا من النواحي التاريخية ومن النواحي السياسية. بننظر إليها أيضا في إطار دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية، وهي دبلوماسية نشطة في مصر في السنوات الأخيرة. العلاقات بين مصر وصربيا تدعمت بصفة خاصة نتيجة للزيارة اللي قام بها السادة الرئيس من حوالي سنتين لصربيا، واليوم في زيارة للرئيس الصربي إلى مصر، وهي زيارة رسمية. بيبقى في أيضا وفود، يعني في مثل هذه الزيارات بيبقى في وفد رفيع المستوى مكون من عدد من الوزراء، ومكون في أيضا رجال أعمال، وبالتالي ده بيدينا فكرة عن القضايا المختلفة التي يمكن أن يتم بحثها. في مثل هذه اللقاءات على مستوى القمة بيتم بحث مستويين من القضايا. المستوى الأول ما يتعلق بالروابط والعلاقات الثنائية بين الدولتين وتدعمها وتقويتها في مختلف المجالات، النواحي الاقتصادية، النواحي التجارية، السياحة، الثقافة، التعليم، المشروعات المشتركة، فكل ده اللي بنسميه قضايا الثنائي او مستوى الثنائي. في ايضا مستوى اخر وهو القضايا ذات الاهتمام المشترك. القضايا ذات الاهتمام المشترك يعني سواء كانت قضايا بتهم العالم ككل او قضايا في الاقليم، فاحنا ممكن هنا نتكلم مثلا عن موضوع زي قضيه الارهاب، موضوع زي الصراع أو الحرب الروسية الأوكرانية، في أيضا الملفات المتعددة في الإقليم اللي احنا عايشين فيه، يعني ممكن وبصفة خاصة التطورات التي تحدث في غزة والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملفات متعددة زي السودان وليبيا واليمن وغيرها. إذن دي كلها قضايا بيتم تبادل وجهات النظر فيها، ونتصور أن يكون هناك توافق في وجهات نظر الدولتين سواء بالنسبة لهذه القضايا الإقليمية أو الدولية، أو بالنسبة لتدعيم التعاون المشترك على المستوى الثنائي. نعم، يعني بالطبع في يوليو عام 2022 كانت محطة هامة في العلاقات بين البلدين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى صربيا، والتي تعتبر هي الأولى لرئيس مصري منذ أكثر من 3 عقود. إذن كيف انعكست تلك الزيارة على مسار العلاقات وأيضا التعاون بين البلدين؟ طبعا دي كانت زيارة مهمة للسيد الرئيس إلى صربيا، ويمكن زي ما أشرت حضرتك أول زيارة لرئيس مصري ومنذ فترة طويلة إلى صربيا، وده معناه العلاقات بين الدولتين تتدعم وتتجه إلى مسار التعاون المشترك وفي مختلف المجالات. وشوفنا النهاردة يعني أو بالأمس زيارة للرئيس الصربي، إذا ده اللي احنا بنسميه دبلوماسية القمة، واللي بيتم فيها يعني قد تكون هذه الزيارات قصيرة من حيث الزمن، يعني بتقعد مثلا يومين أو شيء من هذا القبيل، ولكن النتائج التي تترتب عليها شديدة الأهمية، ويتم خلالها بحث عديد من الملفات والأخذ بعديد من الإجراءات التي يترتب عليها تدعيم التعاون المشترك وتقوية التعاون المشترك بين الدولتين، وتوثيق العلاقات سواء على المستوى الرسمي والحكومي أو على المستوى الشعبي. والهدف في النهاية أن تعود مثل هذه اللقاءات بالنفع وبالمصلحة المشتركة على الشعبين وعلى الدولتين. وعشان كده يعني متوقع أن يتم في خلال هذه الزيارة توقيع عديد من الاتفاقات والبروتوكولات، والتي
لا يعني تنص او تهتم بتدعيم العلاقات بين الدولتين في مختلف المستويات، وخصوصا في المستوى الاقتصادي ومستوى التجاره والسياحه والتبادل التجاري، وكلها امور بتهم الدولتين بطبيعه الحال. ايضا الحديث عن اتفاقيه للتجاره الحره بين البلدين سيتم توقيعها قريبا، كيف تقرا مردود تلك الاتفاقيه سواء كانت سياسيا في تدعيم العلاقه والشراكه الاستراتيجيه بين البلدين، وايضا انعكاسها اقتصاديا على المحورين الافريقي والاوروبي؟ يعني بطبيعه الحال نحن لا نستطيع ان نفصل فصل تحكمي بين القضايا الاقتصاديه والقضايا السياسيه. كلاهما يداعم الاخر، كلاهما يرتبط بالاخر. تحقيق نجاح في احد المسارين يؤثر ايجابا على المسار الاخر. يعني احنا اذا حققنا نجاح من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه فان ده بينعكس بالضروره على الجوانب السياسيه والعكس. يعني عندما يتم تدعيم العلاقات السياسيه فان ده بالضروره ايضا بيدفع العلاقات الاقتصاديه نحو مزيد من التطور. بالنسبه لاتفاقيه التجاره ايضا لها اهميه بالنسبه للدولتين، وخصوصا ان مصر، يعني انا عاوز اقول ان مصر لها تاثيرها الاقليمي ايضا. يعني هي ليست فقط يعني دوله منفرده، ولكن لها ثقل خلينا نقول سواء في المنطقه العربيه سواء في القاره الافريقيه، لها علاقات متميزه بالدول الاوروبيه وبعديد من دول العالم. وبالتالي هذا الثقل لمصر هو الذي يعطي أهمية كبيرة لمثل هذه اللقاءات، ويجعلنا نتوقع العديد من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تترتب على مثل هذه اللقاءات اللي بنسميها لقاءات القمة. وده كان واضح جدا في زيارة 2022 عندما قلد الرئيس الصربي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية الصربية. نتحدث الآن عن المجالات الواعدة التي ينتظر أن يتم التعاون فيها، خصوصا بعد اللقاءات بين الوفود من كلا البلدين في منتدى الأعمال المصري الصربي، وهناك قفزة في التبادل التجاري بين البلدين. يعني متوقع بالتأكيد أن يكون هناك تدعيم للعلاقات بين الدولتين على ومزيد من التعاون على مختلف المستويات الحقيقية، وخصوصا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التعاون، سواء كان التعاون ده المشترك على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى التعاون مع القطاع الخاص في كلا الدولتين. وده بيخلينا أيضا نتكلم عن إمكانية حدوث مشروعات استثمارية تعود ايضا بالمنفعه على الدولتين، ووجود استثمارات مشتركه، مشروعات مشتركه. وده الحقيقه اللي بنتوقعه دايما من مثل هذه اللقاءات، واللي بتؤدي بالتاكيد الى مردود ايجابي على الدولتين، وخصوصا اذا نظرنا الى الوفود التي تكون مصاحبه في هذه الزياره، او التي تكون متواجده في هذه الزياره، وهي يعني مؤثرين وزراء مؤثرين رجال أعمال بيعبروا عن القطاع الخاص. إذن كل ده معناه إمكانية تكريس جهود على المستوى الرسمي وعلى المستوى القطاع الخاص من أجل دفع التعاون بين الدولتين في المجال الاقتصادي، في مجال التبادل التجاري، في مجال المشروعات المشتركة، في مجال السياحة، في مجال الثقافة والتعليم. وكل دي الحقيقة قضايا شديدة الأهمية للدولتين وللشعبين. نعم، دعنا نحلل بعض الأرقام دكتور إكرام بدر الدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 حوالي 113.59 مليون دولار، مقارنة بنحو 79.74 مليون دولار في عام 2021، محققا زيادة نسبتها تقريبا 42.5%. كيف تقرأ هذه القفزة في التبادل التجاري، خصوصا حضرتك تعلم أن صربيا تتمتع بتكنولوجيا الثروات المعدنية والأخشاب والأجهزة وخلافه، وأيضا مصر من جانب آخر تتمتع بالمنتجات الزراعية والتبادل الزراعي والنباتات و
باعتبارها بالطبع دولة زراعية واقتصادية في المقام الأول؟ يعني طبعا خلينا نقول أن مثل هذه الزيارات بيترتب عليها تدعيم التعاون في المجالات، إذا استخدمنا تعبير اقتصادي شوية، في المجالات التي تتمتع فيها كل دولة بميزة نسبية بحيث تتحقق الفائدة المشتركة. طبعا في زيادة حصلت زي ما أشارت حضرتك، إنما أيضا ربما قد يكون من المأمول فيه أن تزداد أن يزداد هذا التعاون ويزداد حجمه، وبما يتناسب مع طموحات القيادتين والدولتين في تدعيم هذا التعاون المشترك. عشان كده احنا متوقع ان في المستقبل المنظور تحدث زيادات كبيرة في هذا الإطار نحو تدعيم التعاون المشترك بين الدولتين. نعم، الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.